أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات يوم الاثنين 4 أكتوبر تشرين الأول 2021. توقعات برج القوس السبت 11 سبتمبر أيلول 2021. يمكنك التوجه لرحلة مغامرة غير مخطط لها، قد يكون داخل المدينة أو قد يكون قصير لبعض الشيء، لكن الفكرة هي أن تحصل على الكثير من المرح، وإنك ستحصل عليه بالتأكيد. يمكنك مسح خلافاتك مع شخص قريب من قلبك ولقد كان معلقا لفترة طويلة، ولكن عندما تواجهه وجها لوجه قد ترغب في التخلي عن الماضي. عاطفيا، سيكون لهذا اليوم بداية سعيدة، وسيؤدي الكثير من الدفء والضحك مع شريكك إلى إطفاء البهجة على العلاقة الشخصية. لقد واجهت أوقاتا صعبة في حياتك الشخصية، لذلك هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريكك والاستلقاء والاستمتاع ببعض المرح الحقيقي. الضحك على أنفسكم سيختفي معظم مخاوفكم كزوجين. مهنيا، هناك احتمال كبير أن تضطر إلى السفر إلى الخارج فيما يتعلق بوظيفتك أو مهنتك. أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة للدراسة في الخارج سيحصلون على التأشيرات اليوم. قد يتم نقلك من قبل مكتبك إلى مكان غريب. تأكد من اغتنام هذه الفرصة للسفر إلى الخارج والتقدم في حياتك المهنية. إذا كنت تقيم بالفعل في بلد أجنبية فإن احتمال العودة إلى بلدك لا تبدو جيدة. صحيا، من المرجح أن تندلع الحالات المزمنة أيضا اليوم. يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم وسكري إلى توخي مزيد من الحذر في نظامهم الغذائي، لأنك ربما كنت تغش عليه كثيرا. الصداع النصفي وصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم من المشاكل الأخرى التي من المحتمل أن تواجهها اليوم. قم بمراجعة الوصفة الطبية بانتظام حتى توجد احتمالات لإجراء تعديلات كبيرة في جرعات الأدوية. توقعات برج القوس للرجل: الحياة قصيرة فلا تشغل بالك بالماضي لأنه لن يعود، واستمتع بحياتك ومستقبلك. يجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير ولا تدوم، وقد يستحيل حدوث الشيء في بعض الأحيان. رفع عن نفسك قليلا عندما لا تسير الأمور كما تتوقع. توقعات برج القوس للمرأة: ما يقوله الأشخاص لا يجب أن يتماشى بالضبط مع ما يدور في قلوبهم. لا تثقي ثقة عمياء بما يقولونه، فكري جيدا أولا وكوني حريصة لأقصى مدى. الحرص مهم ويحافظ عليك أمام كل الأخطار التي يمكن أن تواجهيها. ومن ناحية أخرى، حاولي أن تحققي كل أحلامك بشكل أو بآخر دون قلاقل. للمتزوجين، لا شيء أجمل من جلوسك إلى جوار شريك حياتك. استمتعا بهذه الأمسية الظريفة وتقبلا اقتراحات كل منكما على الآخر. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر: بسبب الظروف المتغيرة يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط. ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن، قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. إذا لم يكن هذا هو الوضع فتذكر أن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر: اقتصد في مواردك، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنى في تحديد المشاكل التي تمثل حقا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر:
على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات، أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، ولا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة، ولا تسيء استخدام طاقتك وقدراتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.